الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده الحلقه اللي كانت محور اسئله السوشيال ميديا يوم الخميس، حلقه البوفتيك. هنعمل النهارده اكلتنا المصريه التقليديه العظيمه الجميله، بوفتيك مكرونه، ويعني عشان بس ضميري ما يأنبنيش قوي هعمل جنبيها شويه سوتيه يبقى فيه خضار، يعني مفتيك ومكرونه بالصلصه الحمراء عادي جدا، بس هنعمل مكرونه بالصلصه الحمراء حلوه جدا وسهله جدا. وهنعمل كمان البفتيك بكل تفاصيله، وهنعمل كمان خضار سوتيه نتعلم مع بعض ازاي يبقى مقرمش كده وجميل زي بتاع المطاعم. ده برضو من احد الاسئله اللي دايما نتسالها، فيلا بينا نشوف كده ايه شويه كومنتس يعني على الحلقه. بالبفتيك يا جماعه هتجيبوا شرايح لحمه من وش الفخده، او قولوا للجزار انا عايزه بفتيك، هو هيعرف هيقطع لكم ايه. اللحمه بتاعه البفتيك مش من الحاجات اللي بتحتاج تتبل قوي او تقعد في تتبيله تقيله او كده، لا هي شويه ميه بصل وشويه بهارات زي ما انتم شايفين كده هتدينا نتيجه ممتازه. احنا مستخدمين النهارده للكفر الخارجي بقسماط ودقيق ذره اصفر، ينفع يبقى بقسماط بس او دقيق ذره اصفر يتشال خالص، ولكن هو دقيق الذره الاصفر بيدي كده خشونه جميله جدا للطبقه الخارجيه بتخليها احلى بكتير. السوتيه طبعا مش قادره اوصيكم على قد ايه ان الخضار يكون طازه، كل ما الخضار يكون طازه كل ما السوتيه بتاعي هيكون احلى والذ واطعم واجمل وكل حاجه. فنحاول نجيب اكتر خضار طازه نلاقيه في السوق بالتشكيله اللي تعجبنا. انا مستخدمه الكوسه وبروكلي وجزر وفاصوليا ومشروم وبسله وجزر، وانتوا طبعا براحتكم. المكرونه النهارده احنا مجهزين طريقه الحله اللي هي حله واحده نعمل فيها كل حاجه اختصارا للوقت والجهد، هي طريقه جميله وموجزه وبتدينا نتيجه زي الفل وبتطلع مكرونه لذيذه وزي القمر. فيلا بينا نطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع منه نبدا شغل على طول في وصفاتنا. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل ونبدأ حالا في الوصفات بتاعتنا. طيب نبدأ بإيه يا سارة؟ تيجوا نحط، هقول لكم حاجة، احنا هنعمل زي الست المصرية الأصيلة، احنا هنتبل البفتيك ونسيبه يتبل شوية عبال ما نروح نعمل المكرونة، إيه رأيكم؟ يلا بينا نتبل البفتيك. أول حاجة البفتيك مقاديره كالتالي: كيلو بفتيك بتلو او اي بفتيك انتوا بتحبوه، يعني مش هيفرق. انا قلت لكم انا شخصيا بجيب حته كده من وش الفخده، او بجيب لو الجزار بثق فيه بقول له ابعت لي بفتيك وخلاص انا عارفه انه هيديني المناسب. نص كوبايه ميه بصل وكوبايه دقيق وثلاث بيضات، نص معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقه صغيره من القرفه الباودر، معلقه صغيره من الكبابه الصيني، معلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، وربع معلقه صغيره من جوزه الطيب، معلقه صغيره من البابريكا، وملح وفلفل اسود. ممكن على فكره كل التوابل دي تتشال وتتعوض بمعلقه بهارات لحمه. انا حبيت افكك لكم البهارات عشان اللي ما عندوش بهارات لحمه ما يغلبش، خدوا حبه من كل دول. لازم؟ لا مش لازم على فكره، البفتيك ممكن ملح وفلفل وشويه جوز الطيب لو انتوا عايزين، بس هو يعني ايه بنحاول نخليه حرش بقدر الامكان. الطبقة الخارجية هتكون كوبايتين من الدقيق الذرة الأصفر وكوبايتين من البقسماط المطحون وزيت غزير للقلي، ويلا بينا نشتغل على طول. أنا بعمل كل حاجة عجينة مع بعضيها، يعني مش بعمل الدقيق لوحده والتتبيلة، فاهمين قصدي؟ عجينة وبحط فيها كل حاجة مع البفتيك وبعد كده بغلف. طيب العجينة دي بعملها إزاي؟ بعملها بإن أنا باخد مية البصل، مع البيض والدقيق هيدخلوا من دلوقتي، لكن لو انتوا في البيت عايزين تقعدوه في التتبيله هتاخدوا ميه البصل والتوابل تحطوا عليها البفتيك. خلونا نعمله بالطريقه دي عشان ما حدش يتلخبط. هنتبل الاول كاننا في البيت ومعانا يوم كامل وبنتبل براحتنا. ادي ميه البصل، ادي البابريكا، ادي الثوم الباودر، ادي البصل الباودر،
مالها؟ ايه الكباب الصيني؟ ايه الحبهان؟ القرفة والملح والفلفل الأسود. ادي الملح، ادي الفلفل الأسود، ادي رشة جوز الطيب. دي كده التتبيلة بتاعتنا. هنجيب مضرب سلك، ونقلب كل ده مع بعضه. طبعا ما بنحطش لا زيت ولا اي دهون خالص. في ناس بتحب تحط خل، انا مش من محبين اضافة الخل للتتبيل خالص، فانا مش بحط. وهاجي اخد البفتيك انزله في التتبيلة، وبإيدي بس نسيت أعمل الساعة. استنوا بس نسكت الساعة دي عشان هتقعد تزنلنا ايه طول الحلقة، بس سكتناها. يلا بفكركم طبعا ان طول الحلقه تقدروا تتكلموا تتصلوا بينا على 2600 من اي موبايل، و0900 900 من اي تليفون ارضي، ومكالماتكم طبعا بتساعدنا جدا. ناخد بقى البفتيك نفككه كده. خدوا بالكم شرايح البفتيك بتلزق في بعضيها، الراجل بيحط لنا بينها بلاستيك كده، بس ايه نفكك برضو بايدينا عشان نطمن ان التتبيله وصلت لكل شريحه بفتيك. ونقلب كده كويس قوي. زي ما قلت لكم هي مش تتبيله تقيله بقى والبفتيك عايم فيها، لا هي كده ايه خفافي وتحقق لنا الغرض. وزياده اهم حاجه عندنا ان شرايح البفتيك تشرب ميه اللحمه، ميه البصل. عايزين تزودوا ميه بصل مفيش مشكله على فكره، لكن ما تزودوش توابل خلاص كده، حلو قوي. بالعكس ده ممكن تقللوا لو انتوا بتحبوا اكتر ان طعم اللحمه يبقى ظاهر وبوضوح. وممكن زي ما قلت تبدلوا كل اللي انا حطيته ده ببهارات لحمه، وكان الله بالسر عليم. ادي كده التتبيله، ده لو انا هجهز اللحمه واتبلها ليله 4 5 6 ساعات. طبعا لما اقعدها ليله في التتبيله ده اللي هيديني احسن نتيجه اكيد يعني. فانا برشح انكم تتبلوا البفتيك من اليوم اللي قبليها وتسيبوه ليله، وتعملوا العجينه اللي هتضاف عليه دلوقتي. العجينه دي بقى عباره عن ايه؟ العجينه دي عباره عن ان انا هاخد البيض ده هضيف له شوية مية، قد مثلا ربع كوباية. لو احتجت مية تاني هاخد، هخليها جنبي اهو عشان لو عوزت اخد. هقلب البيض واحط الدقيق وهحط ملح وفلفل وبرده رشة جوزة الطيب عشان زفارة البيض تروح. هقلب اقلب كويس لحد ما العجينة دي تتجانس. لو لقيتني محتاجة مية تاني بضيف عادي. انا عايزاها تبقى عجينة لا تقيلة قوي ولا خفيفة مية، تبقى زي كده قوام الغرة، وهي الحقيقة تمام جدا كده. بصوا الدقيق داب فيها وزي الفل اهي، شايفين القوام؟ نفس فكرة عجينة القطايف مثلا. اقلب حلو قوي. فايه خلاص هنفترض ان عدى علينا ليله البفتيك متبل، وتاني يوم بقى انا عايزه اغلفه، عايزه احط له طبقه البقسماط الخارجيه. فهعمل ايه؟ هقوم عامله الخليط بتاعي ده، العجينه دي، واجي على البفتيك المتبل انزل بالعجينه.
ارجوكوا يا جماعه باكد، ميه بصل مش بصل، لو بصل وفي تفل هيخلي الكراست الخارجيه تفك في الاخر، واحنا بالتاكيد مش عايزين ده يحصل. هقلب بقى كويس جدا، البوفتيك مع العجينه، واطمن ان كل يعني ملي من شرايح البوفتيك وصلوا من العجينه دي. ليه؟ عشان لو هو ما وصلوش من العجينه دي، طب البقسماط هيلزق في ايه يا جماعه؟ مش هيلاقي حاجه يلزق فيها. فده الصمغ بتاعنا او اللزق بتاعنا اللي يخلي الكراست ما تفكش والطبقه الخارجيه تفضل متماسكه. فاحنا كده نطمن ونقلب كويس جدا، وكمان واحنا بنغلف بالدقيق والبقسماط بنفتح الشريحه كويس قوي بايدينا قبليها، نطمن ان كل حته فيها وصلها العجينه كويس جدا. وادي كده العجينه غلفت البوفتيك، خلاص مش محتاجين ميه. ومجهزين طبق ومجهزين ووك على النار، هنعلي عليها النار عشان انا دلوقتي هبدا اغلف البوفتيك بتاعي. طيب هغلف البوفتيك، انا بس عايزه اجيب طبق كده نحط عليه الشرايح اهو، ده اخف واحسن بدل البايركس التقيل يا نور. ناخد منار على التليفون واحنا بنقلب تاني، انا كل شويه بقلب عايزه اطمن ان العجينه تماما مغلفه البوفتيك. يا منار منوره، ازيك يا ثورة عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام، ايه الاخبار؟ كله زي الفل، انت اخبارك ايه؟ الله يخليك، انت زي القمر انا بعشقك والله حبيبتي، انت بجد اللي جميله وقمرين ثلاثة أربعة. ربنا يخليك يا حبيبتي. حبيبتي بصي انا عندي مشكله مع الصلصه، ما بعرفش ابقى اسبكها خالص نهائي. مع الصلصه؟ بتعملي ايه؟ قولي لي كده، احكي لي بتعملي ايه بالظبط؟ بصي بجيب طماطم من بره ماشي، وبفرمها يعني وكده في البصل بس قصدي في الخلاط، وبحط عليها بقى ايه، ما بعملهاش انا ببصل خالص، بعملها بتوم. حلو، انا كمان زيك بحبها البصل بس، وبحطها على النار على طول، بحط برده التوم ني في ني تمام وبسبكها. بس بجيب بقى ايه برطمان صلصه من الجاهز، انا مش عايزه اقول اسمه يعني، وبحط عليه، بحط نص البرطمان بس. ايه المشكله بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه بتطلع؟ ايه اللي مش عاجبك فيها؟ ما عرفتش بتطلع كده، مش عارفه لها حاجه طايصه، مش عارفه لها حاجه، ما عرفش، مش عارفه اظبطها ولا مني ولا مني. بتحطي ميه على الطماطم وانت بتفرميها وانت بتضربيها؟ ربع. ما تحطيش ميه بقى. طب تمام اوكي، ده اول حاجه. تاني حاجه شوحي التوم الاول. اشوح التوم؟ تشويحه تمام. بسيطه قوي، بس ما ياخدش لون ولا اي حاجه، يا دوب بس ينزل كده في شويه السمنه ولا الزبده السخنين، وبعدين صبي عليه الطماطم. قبل ما تصب اسفه تاني، حطيتي الزيت ولا السمنه بتاعتك ولا الزبده؟ هتحطي التوم ياخد لون، ما ياخدش اي لون، يا دوب بس يلفه كده فيهم. هتحطي معاه الصلصه اللي من البرطمان، تاخد تقليبه مع التوم. بعد كده هتحطي عليهم الطماطم وتسيبي كل ده كده على جنب يغلي مع بعضه. حطي شويه سكر وملح وفلفل اسود واي بقى توابل اللي انت بتحبيها، وسيبيها على النار تتسبك يا حبيبتي، هتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. تمام خلاص اوكي. طب انا عايزه اسالك سؤال تاني معلش. اتفضلي يا حبيبتي براحتك خالص. انت عايزه تخسي خسيتي ازاي؟ نفسي اعرف. انا عملت عمليه تكميم معده. عملت تمام. تكميم معده من اربع خمس سنين. انا وزني بس 110، وزني بسيط بس نفسي اخس بقى حوالي 15 كيلو كده ولا حاجه. انا لما عملتها كنت 102، فيعني فيعني هي لو مناسبه ليكي طبعا هي حل عملي ونهائي. بس طبعا لازم تستشيري طبيب هو اللي ياكد ان هي مناسبه ليكي وان هي حاجه ليها داعي يعني. لان في اسباب كتير تمنع ان حد يعملها. يلا بينا عايزين بقى نغلف البقسماط ده. انا عماله افكر اعمل ايه يا نور، ما عنديش طبق بايركس عريض، اخس عليكم صغيرين قوي، ده شريحه البوفتيك اكبر منه. عارفه المربعين اهو، اهو ده اكبر واحد، ايوه شريحه البوفتيك اكبر منه اصلا. يلا عبال ما نجيب الطبق البايركس تعالوا نشوف مقادير المكرونه اللي هنعملها ايه، ونحط لها حله ولا لا. ممكن نستنى شويه على الحله. عندنا كيس مكرونه بنا طبعا اللي هي الصوابع دي، الكيس بيبقى 400 جرام، معلقه كبيره ثوم مفروم، 500 مللي من صلصه الطماطم. انا بجيب الازايز اللي هي الصلصه الجاهزه مش البرطمانات، الازايز. انتوا عاملين في البيت صلصه طماطم تنفع برضو ولا اي مشكله. عندنا مرقه وزبده وزيت نباتي ومعلقه صغيره من السكر
ومعلقه كبيره من السبع بهارات، رشه من جوزه الطيب وملح وفلفل اسود، والبهارات براحتكم، مش لازم معلقه كبيره بالمل، يعني اللي عايز اكتر اللي عايز اقل، في ناس بتحب الصلصه من غير توابل اصلا، كل دول براحتهم ما عندناش اي اعتراض. يلا بينا، انا هبوطي بس النار على الزيت خالص علشان مش عايزاه يسخن جامد، لو البوفتيك نزل في زيت سخن قوي مش هيستوي من جوه، هيبقى اخد لون بس ما استواش. حطينا هنا الدقيق البقسماط ودقيق الذره الاصفر، تاني باكد ان دقيق الذره الاصفر اختياري، ممكن الاستغناء عنه، هو بس بيدي خشونه للطبقه الخارجيه وقوام لذيذ كده. ممكن على فكره اي حد بيحب يغلف مثلا ببانكو بكريسبي اللي بيتباع عند العطار، كل ده اوكي ما فيش فيه اي مشكله خالص، تقدروا تستخدموه وهيطلع زي الفل. قلبنا كده الحاجات مع بعض، نقلب الحاجات مع بعض عشان نوزع، واحنا بنكلم مدام الهام. يا مدام الهام اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا ساره؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ انت الحمد لله يا حبيبتي، انت زي القمر النهارده والوانك مبهجه جدا حبيبتي. ربنا صيف بقى، صيف بقى نلون بقى كده. ايوه الصيف والحر، حر عرق رطوبه تلزيق، انا موافقه بس ولا يوم من ايام الشتاء. والله صح، وانا معاكي. تكسير العظم بالذات الشتاء بقى بيطول قوي يا مدام الهام، الواحد بيتعب. لا صح والله، انا معاكي فعلا، انا اهلا بالصيف، موافقه على أهلا. كل مشاكله. الحمد لله يا الحمد لله. والنبي ليا سؤال بس معلش تجاوبيني بعد ما اقفل عشان اسمع حضرتك. حاضر اتفضلي. الاول حاجه اللي هي العجينه للتغليف اللي حضرتك عملتيها للبوفتيك، ايوه، هل دي تنفع تتعمل للجمبري؟ طبعا تنفع جدا، انا بمشي على طريقه عجينه التغليف دي لكل المقليات على فكره. طيب معلش سؤال تاني بس، ممكن حضرتك تديلي المقادير تاني؟ انا اسفه، مقادير البوفتيك؟ اما لا، مقادير العجينه نفسها. هنزل لك مقادير البوفتيك كلها من عنايه الاثنين. اه بس هي العجينه ضروري. حاضر يا حبيبتي، كله هينزل لك حالا دلوقتي. تسلمي يا حبيبتي يا رب. تسلمي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. يلا يا نور نزلي لنا، وانا بشتغل كده نزلي لنا البوفتيك من اول وجديد. بصوا بقى هنعمل ايه، احنا خلاص امورنا كده جاهزه، نعمل كده مكان للشغل. ادي البوفتيك، ادي الخليط، وادي الطبق اللي هنطلع عليه، وادي الزيت. كل لو احنا هنقلي على طول، لو انا ما بشيله للفريزر خلاص مفيش بقى الزيت. يلا بينا نشتغل على طول. هنعمل ايه يا حبايبي؟ طبعا انا هلبس جوانتي عشان انا ما بهدلش ايديا بالبيض والبقسماط. اللي بيشتغل بايده يفضل ان هو المقادير على الهواء على فكره اهي، لكل اللي بيسالوا عليها واي حد محتاج يشوفها، والمدام الهام اللي طلبتها تامرونا، عايزين ننزلها 100 مره ننزلها لكم 100 مره ولا اي مشكله. يلا بينا. بناخد شريحة البوفتيك عشان البوفتيك شريحة طويلة كده فبيبقى خداع. افتح اتأكد، بصوا اهو ده اللي بتكلم فيه، بصوا عشان كانت متنية، شايفين جوه كل جوه مفيش عجينة اصلا واصلاه، فده اول ما ينزل في البقسماط مش هيلاقي حاجة يمسك فيها، فاقوم عاملة كده اطمن ان في عجينة في كل حتة، العجينة دي هي اللي هتخلي الكراست ما تقعش، المشكلة اللي كلكم بتعانوا منها. وهنحط الشريحة كده وهنيجي ونغطي كده. ارجوكم ما تبططوش، ما تقعدوش تك 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 تفعصوا في شريحه البوفتيك تخلوها تبقى ورقه لدرجه ان اول ما تنزل الزيت تنشف، لا احنا بنغطي مش بنبطط بالعنف ده، بنغطي وبنطبطب كده طبطبه بس مش اكتر. طبطبوا على البوفتيك، البوفتيك محتاج شويه حنان، نطبطب عليه كده اهو. اه مش كده؟ ناخد ام حمزه على التليفون. يا ام حمزه اهلا بيكي. مساء الخير يا ساره. مساء الفل والسعاده، اهلا بيكي يا حضرتك. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا صديقتي البرنامج على فكره. ده انت على راس البرنامج من فوق، اهلا وسهلا بيكي. تسلمي لي امر. بقولك يا ساره. اؤمريني يا حبيبتي. امر الله، انا من يومين عملت قرص طريه. اه. بس مش عارفه حصلت فيها دربكه كده. ايه اللي حصل؟ عملت العجينه وكل حاجه وعملتها بلبن رايب وعملتها بحليب برضو. تمام. وحطيت لها بيكنج باودر وحطيت خميره. ليه بيكنج باودر؟ ملهاش بيكنج باودر القرص. ملهاش؟ لا خالص، هي الخميره بس حبيبتي، دي معجنات. عملتها وسبتها بعد ما عجنتها، سبتها تخمر شويه. اه ايه بقى اللي حصل؟ قرصتها ورجعت عملتها تاني ساعتين تتخمر. ماشي.
لقيت ان الخميره اصلا فيها هي ما اترفعتش. يبقى الخميره ما كانتش ناشطه. اختبرتي الخميره قبل ما تبدأي؟ عملتها بميه وسكر ونشطت معاكي؟ لا ما عملتش قوي يعني. طيب ما هي ما عملتش قوي اهي، يبقى ميته. لازم تعمل رغاوي عشان تعرفي انها شغاله، يا اما تبقى مش شغاله وما تستخدمهاش. فهمتي حبيبتي؟ وجيت سويتها لقيتها برضو مكتومه يعني طبعا حلوه، وبجد بعدها بساعتين كانت حجر. طبعا طبعا ما هي ما خمرتش حبيبتي. لازم لازم الخميره نختبرها بشويه ميه دافيه وسكر ونلاقيها عملت رغاوي كده، عارفه الكابتشينو؟ زي الكابتشينو بالظبط. ماشي. لو ما عملتش كده انت على الطريقه بتاعتها برضو حضرتك، هي طريقتك كلها صح، هي مشكلتك الخميره، وما تحطيش بيكنج باودر ملوش اي لازمه. ماشي. بس كده، لكن طريقتك كلها صح وخطواتك كلها صح، وتقرصي وتسيبيها تختمر تاني، كل ده صح. هي بس خميرتك ما كانتش نشطه فبوظت لك المقادير والعجينه. معلش بقى، ربنا يعوض ان شاء الله، واعمليها مره تانية هتطلع معاكي مظبوطه جدا وزي الفل. بصوا انا قاعده طبطب على شريحه البوفتيك القمر دي لما بقت ايه، بنقول عليها محمله. محمله يعني ايه؟ يعني مسكت في في الدقيق والبقسماط كويس جدا اهو، مفيش حته فاضيه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى ناخد القمر دي، انا عندي شريحتين اهو على الزيت. حاضر يا حبيبي، من عيني. الزيت معانا اهو، زيت غزير هو اللي بيدي افضل نتيجه. مش فاهمه السؤال ايه. اوكي، الزيت الغزير هو اللي بيدي احسن نتيجه. عايزه اقلي بزيت اقل براحتك، لكن انا بقول دايما اللي بيدي، يعني لازم اكون صادقه يعني وصريحه، اللي بيدي احسن نتيجه هو الزيت الغزير. طبعا بيكلف زيت اكتر لكن بيدي نتيجه احسن بكتير. فانا بستخدم زيت غزير وبقلي فيه 3 مرات اهو، انا بقول بسيبه 3 مرات. انزل شريحه البوفتيك، الزيت لازم يكون سخن، وانزلها مفروده كده، وادي اختها جنبها، وما نسحمش الدنيا، مش 100 شريحه بوفتيك في الطبق بتاعنا، هو كده حلو قوي وكفايه، علشان في الصينيه بتاعتنا الطاسه بتاعتنا، عشان ياخد راحته في القلي وياخد مساحته في ان هو يستوي في الزيت. انا بحب انزل في درجه حراره عاليه، وممكن اجي بعد كده اوطي درجه الحراره شويه عشان اضمن ان البوفتيك بيستوي من جوه زي ما هو بياخد لون من بره. ما بقلبش كتير وما اقعدش العب فيه طول ما هو في الزيت، اسيبه براحته علشان يطلع مظبوط معايا. يا استاذ مهند. ايوه. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. والنبي يا شيخ، كنت عايز اعرف بس كيكه البرتقال. كيكه برتقال من عيني الاثنين يا استاذ مهند، اهلا وسهلا. ربنا يخليك. شكرا، تامرني. هات لنا يا نور كيكه البرتقال من فضلك. انا مخليه درجه الحراره، باكد تاني، بعد ما كانت عاليه ونزلته في زيت عالي خليت درجه الحراره متوسطه، واعتقد المنظر باين وبيتكلم عن نفسه. بصوا، من قبل ما تستوي اصلا مفيش كراست بتقع، وانا سايباه براحته خالص يتحمر عبال ما حضراتكم تطلعوا. ايه رايكم؟ فاصل صغير اكمل انا بقيه الكميه ونرجع نقلي مع بعض، مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبنقلي، عايزاكم تشوفوا اللي احنا قليناهم اوريدي. طلعت 2 من الزيت ونزلت 3، الطاسه المره دي خدت 3 عشان كان في 2 متوسطين مش كبار قوي. بصوا المنظر يا جماعه، يعني اعتقد كلمه كريسبي هي كلمه قليله على وصفهم، صح؟ في اي كروست وقعت؟ تعالوا بصوا، في اي حاجه واقعه؟ في اي حاجه محروقه؟ كله قمر وزي الفل. واهو الثانيه، ده ليه؟ عشان مشينا على تكنيك سليم، ولا تقع ولا يحصل لنا اي مشاكل. وزي ما اتفقنا الزيت متوسط عشان الحاجه تستوي من جوه زي ما بتستوي من بره.
وكل ما لون ناحيه تحمر بنقلب على الناحيه الثانيه عشان نضمن ان الناحيتين يكونوا سواهم متساوي، مش ناحيه مستويه وناحيه لونها مش مظبوط. تمام. طيب نجيب الطبق ده بقى جنبينا هنا، ونجيب الني ده جنبينا هنا، وادينا شغالين بنقلي واحنا واقفين بنعمل المكرونه. المكرونه احنا قلنا مقاديرها صح؟ قلنا مقاديرها، فكروني. يلا بينا نبدا في المكرونه. حله كبيره هتحطوا الحله دي، لا مش لازم كبيره قوي كده ولا ايه؟ دي كبيره زياده عن اللزوم، ولا انا عماله افكر؟ خلينا فيها عشان نقلب ونلغوص براحتنا ما نبقاش مزنوقين. ادي الحله اعلى درجه حراره، وهسيبها تسخن. عيني مع البفتيك طبعا ما بنساهوش، في بحته بالتحديد صغيره قوي مش هتستحمل قلي كتير اهي، شايفين الحتت الصغيره اللي بالحجم ده ما بتاخدش وقت خالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل قليها، وممكن كده المكان يساع ننزل واحده جديده. بس تمام. المكرونه هنعمل ايه في المكرونه؟ بص هناخد اول حاجه المكرونه، المرقه قصدي، هنعمل صلصه ثوم والزبده معانا اهم، وفي الحله دي هاجي احط الزبده الحلوه دي واحط الثوم الحلو ده، وانا بحب احط معاهم شويه زيت. وهنخليهم بس ايه يسيحوا كده مع بعض، والثوم ياخد تشويحة بسيطة خالص. خلوني اجيب سباتشولا وارجع اشوف الوضع ايه. نزليها كل ما حد يتصل يطلبها يا نور نزليها. في ناس كتير بتتصل ما بتدخلش على الهوا بس بتطلب تتبيلة البفتيك تنزل تاني، فمن عينينا الاتنين. نشوف ايه اللي حصل هنا. يا سيدي يا سيدي انت كده حلو قوي عليك. يلا بينا. بصوا انا بس عايزاكم تشوفوا الطبق، وريهم يا ياسمين الطبق من فضلك عشان يعرفوا ان مفيش ولا شريحة بوفتيك وقعت الكراست بتاعتها. ادي واحدة كمان اهو. كله الحمد لله زي الفل. نقدر ننزل دلوقتي شريحة بوفتيك كمان او اتنين على حسب ما الطاسة بتاعتنا هتاخد. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل كده. دي لسه عليها شوية، هسيبها شوية كده قبل ما اطلعها. هنا للمكرونه التوم داب كده مع الزبده والزيت، وانا مش عايزاه يلون خالص، انا عايزاه بس كده ايه تشويحه بسيطه. هاخد صلصه الطماطم ننزلها كلها، وهضيف معاها المرقه، واجيب السكر بالمره، وادي السكر، وادي البهارات.
انا مش عايزه احط كل دي، هحط اقل نص الكميه بس، سيبها هنا لو احتاجناها وهقلب. فبقت عندي صلصه خفيفه كده وعايزاها تغلي، هحط لها ملح فلفل، هقفل عليها تغلي عشان انزل فيها المكرونه، واجي ابص هنا على البوفتيك ايه اللي حصل. انت كده خلاص يا دوب نطلعك الطبق ده كده. ايه، مش بحب انا اكوم بوفتيك فوق بعضه، وده نظرا لان التكويم فوق بعضه بيعمل ايه، بيخلي البوفتيك ينزل زيته على بعضه، فبالتالي الكراست بقى اللي انا قاعده تعبه نفسي فيها دي وقاعده احافظ عليها وقاعده افرد واملى زيت عشان ما يزيتش كلها هتروح هدر، وتعبي هيبقى في الباي باي. فانا يعني ما مش هكوم فوق بعضه. معايا مدام عزه على التليفون. يا مدام عزه اهلا وسهلا. الو، ازي حضرتك يا مدام ساره؟ ازيك يا مدام عزه، عامله ايه يا حبيبتي؟ اهلا بيكي، ازي حضرتك وحشتينا والله. انتي اكتر يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. انا والله كنت لسه اكلمك من ساعه عيد الام، لسه بقى مكلماك. انا اخر مره كلمتك في عيد الام حبيبتي، ولا يهمك، كانك معانا كل يوم. انا مع حضرتك قوي، بس انا بقى زعلانه ان انا ما طلعتش. يا حبيبتي تتعوض السنه الجايه، احنا كل سنه بنبقى يعني بنحرص ان تكونوا موجودين. والله الفات كلها والله. حبيبتي اهلا وسهلا بيكي وبتنورينا دايما. الله يبارك فيكي. نفس الحاجة يا حبيبتي، نفس المشاعر، وبشكرك جدا. والله متابعاكوا على طول، كل يوم بتفرج عليكي. يا اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا يا مدام. يا ست شارة، بس هسألك بس سؤال. اتفضلي. عندي بس مشكلة وعايزة رقم من حضرتك، ممكن؟ نور يا حبيبتي تديهولك، واهلا وسهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني. طيب احنا كده على وشك ان احنا ننهي البوفتيك، عايزة اجهز الطبق الأخير اللي هطلع عليه. وزي ما قلت لكم انا ما بحبش ازنق. ليه ما بحبش ازنق؟ عشان ما يزيدش البوفتيك على بعضه. فهاجي كده اعمل طبق جديد، لان بالتاكيد يعني ما انا مطلعاها من النار غرقانه زيت، فلما احطها على اللي اوريدي اتصفت اكيد هتقوم منزله زيت عليها. ومهم جدا برضو ان انا ما اخليش المناديل قليله. معلش انا عارفه ان الناس بتسعى ان هي توفر في كل حاجه دلوقتي حتى استخدام المناديل، ولكن مش عشان اوفر في استخدام منديلين زياده ابوظ كيلو بوفتيك، يعني حرام. فايه، نوفر بس بما لا يضر الاكل وبما لا يخسرنا مكونات كتير. يلا بينا. الله، ايه حلاوتك دي؟ انتي بقى تيجي على الطبق الجديد، وهنا كده عندنا مكان خلاص ننزل دول. انتوا ملاحظين حاجة في اي كراست وقعت لحد دلوقتي ولا احنا تمام؟ اعتقد احنا تمام، مفيش اي مشاكل حصلت، امورنا كلها ماشية بكل سلاسة. مع ان كمان خدوا بالكم انا لم اعداه ولا خليته يستنى ولا خليته يتشمع ولا اي حاجه من الحاجات اللي بنقعد نقولها دي، انا عملتها اصلا، انا شغاله لايف قدامكم بالحاجه والنتيجه طالعه كده. نصفي ونجيب على الطبق اخر قطعتين بوفتيك عندي في النار. وعايزاكم بس تاخدوا بالكم من حاجة، أنا أي نعم بقول لكم إنكم ما تقعدوش تقلبوا في الحاجة كتير علشان الكراست ما تقعش، بس برضو أول ما ينزل الزيت ويمسك كده الكراست اقلبوا عشان ما يقوسش. بصوا اللي استنيت عليها دي، استنيت عليها سهوا، بصوا قوست إزاي، قوست بقت عاملة زي المركب كده. لكن اللي بقلبها على طول أول بأول أهي حواريكم بقت عاملة إزاي، مفرودة، شايفين ده الفرق. فكل حاجة صغيرة بنعملها هي تكنيك بيفرق في النتيجة النهائية هتكون عاملة ازاي. ممكن نطلع فاصل، نبص بس ننزل المكرونة ونطلع الفاصل. هنا بقى هوطي النار شوية علشان البوفتيك يلحق يستوي قبل ما ياخد لون، واقلب تاني
انا وطيت النار خليتها متوسطه، وهنا من منظر الدخان كده انا عرفت على طول ايه ان الصلصه دي غليت. نفتح، ايوه غليت، يعني انزل فيها المكرونه. ما انزلش المكرونه ابدا في مرقه او ميه او او صلصه غير مغليه. هنزل المكرونه وهقلب، وانا هضيف شويه ميه صغيرين يخفوا كده الصلصه عشان المكرونه تستوي فيها كويس، قد كوبايتين مثلا. ندي تقليبه، وهغطي عليها كده بس بالورد عشان اخليها تغلي تاني بسرعه. ابص على البوفتيك نظره اخيره قبل ما نطلع الفاصل، عشان لو كده نطلعه هسيبه شويه في الفاصل يكمل سوا. حضراتكم هتطلعوا دلوقتي فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا منه هنكمل حلقتنا مع بعض، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل وهنبدأ دلوقتي في السوتيه يا جماعة. طبعا احنا البوفتيك كله طلع، ممكن نوريكم الطبق. المكرونة انا فتحت عليها الغطا وسايباها تستوي في الصلصة، هتشرب منها طبعا وتستوي فيها وتبقى زي القمر، فانا سايباها براحتها. والسوتيه، السوتيه فيه حاجات بنحتاج نسلقها من اللي قدامنا دي، وحاجات لا مفيش داعي. الكوسه مثلا مش هنسلقها، البسله والجزر مش هنسلقه، احنا ما قلناش المقادير، المقادير على الشاشه. خضار يعني هي خضار وشويه توم وشويه اعشاب، روزماري زعتر وممكن الاستغناء عنهم، وزبده. انا مش شايفه الزبده ليه؟ اوكي، هنقسم الخضار لنصين، الحاجات اللي بنسلقها والحاجات اللي لا. سلق سريع مش سلق بجد يعني. الكوسه مفيش سلق، البسله والجزر الصغير ده مفيش سلق. بس انا هشيل البسله والجزر الصغيرين دول علشان احنا كده كده عندنا جزر. الجزر هنسلقه، الفاصوليا هنسلقها، البروكلي هنسلقه، المشروم لا. هو انا لخبطت صح؟ معلش انا لخبطت الترتيب، لخبطت الترتيب تاني، معلش عشان لخبطت الترتيب. اللي مش هنسلقه المشروم والكوسه. اللي هنسلقه الجزر والفاصوليا والبروكلي. البروكلي يعني يا دوب هينزل كده في الميه، مش حتى ما اقدرش اسميه سلق. هلغي البسله والجزر بما ان عندنا جزر تانيين، وبس كده. يبقى ده هيتسلق وده مش هيتسلق. فيلا بينا. الميه المغليه عندنا هنا، مستنيين بس البراد يغلي، واللي مش هيتسلق بنشوحه ونحط عليه اللي هيتسلق. هنعمل كل ده واحنا واقفين مع بعض كده. نشوف المكرونه اخبارها ايه. انا بديها تقليبه كل شويه لا تلزق مني او اي حاجه، وطبعا هي كل ما بتستوي كل ما الصوص ده بيقل، ومحتاجه كده ادوق اشوف هي استوت ولا لا. يلا بينا. لسه عايزه شويه. طعمها تحفه 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 تحفه. هنا عندي حله ميه سخنه، وانا كمان مجهزه هنا براد ميه سخنه. يلا ادي براد الميه. وهنحط للميه السخنه دي شويه ملح. هنبدأ بالترتيب المنطقي، الجزر هياخد أكتر وقت فهو اللي هنزله الأول، وممكن أنزل معاه الفاصوليا مفيش مشكلة. هديهم السلقة السريعة اللي أنا عايزاها، وهاجي هنا أجهز ووك
او حله، فوق احسن، اللي هعمل فيها السوتيه. يعني انا بزنق بس عشان ايه يبقى كله على النار. تمام. الزبده هنا للسوتيه هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ بتشويح الحاجات اللي انا ما سلقتهاش. ما انا ما سلقتهاش يعني هعمل فيها ايه؟ يعني هشوحها. فهاخد مكعب لذيذ كده من الزبده ومع الزبده دي هحط فصوص الثوم سليمه. انا هحط الثلاث فصوص ثوم دول، تقدروا تفتحوهم على فكره يعني تدوهم خبطه كده فيطلعوا نكهتهم اكتر، بس انا مش بحب اعمل كده. نقلب، ودلوقتي هيبدا الثوم يطلع كل طعمه في الزبده دي. وهنا الفاصوليا والجزر بياخدوا السلقه الصغيره جدا اللي انا عايزاهم ياخدوها. ناخد استاذ ايمن على التليفون. يا استاذ ايمن اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذه ساره، اخبارنا عليك ايه؟ الحمد يا رب لله. دايما بخير. ربنا يخليك. ازيك يا استاذ ايمن عامل ايه؟ الله يخليك. ازاي حضرتك؟ تسلم الايادي على اللي انت بتعمليه ده والله. تسلم يا رب، ربنا يعزك ويخليك. لا ده الواحد يجي بقى دلوقتي ياكل خضار سوتيه بسرعه وابقى واقف كده. صح ايوه، وهو طازه وحلو كده. الله يخليك ويحسن ما بين ايدك. ربنا يخليك. انا كنت طالب خدمه بسيطه جدا 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 جدا. امرني يا فندم. الله يخليك، تسلم عينك، الله يبارك. عايز بيبر ستيك مع المشروم. عايز ايه؟ طريقه عمل البيبر ستيك مع المشروم. بيبر ستيك، الصوص اللي بالفلفل، الستيك اللي بصوص الفلفل الاسود. الله ينور عليك. مع المشروم. حاضر، من عينيا الاثنين. ده احنا هنخصص لك بياكل في مطاعم شهيره، بس انا عايز اعمله في البيت للمزاج الاول. حاضر. هو اصلا يعني كل الموضوع في قطعه اللحمه، لو جبت قطعه اللحمه الصحيحه المناسبه ذات الجوده المظبوطه هتاكل احلى ستيك في البيت ولا تحتاج تاكله في مطعم تاني ابدا. فمن عينيا الاثنين. اهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. طبعا احنا بندي سلقه يا جماعه مش كبيره، لان احنا حلاوه السوتيه انه يكون بيقرمش، وكلكم حتى بتقولوا لي كده بيبقى حلو كده وبيقرمش. طب لما هو حلو كده وبيقرمش بتهروه في البيت ليه؟ ما تسيبوه يقرمش في حاله، سيبوه يقرمش ويبقى حلو. فبندي له سلقه صغيره جدا. بصوا الميه بدات تغلي اهي، فهاجي كمان ثواني كده اقوم منزله البروكلي. الميه دي تاني بفكركم ميه بملح. وهنا اهو الزبده بتسيح معاها فصوص الثوم اللي انا اقدر اسيبها سليمه كده زي ما هي، وممكن بالسكينه كده حتى ممكن اعمل ده والله. هقوم عامله ايه؟ هفتحها كده بس عشان تدينا طعم اكتر. بس كده. زي الفل. نبص كده المكرونه بتقول لي انا خلاص. المكرونه شكلها اوشكت على الانتهاء. فهاجي كده اخد شوكه كمان ادوق اشوف استوت ولا لا، او لما بنشيلها يا جماعه نشيلها وهي مش مستويه 100% عشان هي هتكمل سوا كمان شويه. المكرونه هناخدها كده اوبا هيلا بيلا ونسيبها على جنب. انا فتحت الغطا عشان ما يبقاش حراره عاليه زياده عن اللزوم تخليها تتهري معايا. والثوم هنا بيتشوح في الزبده، وهنا الخضار هنزلت له البروكلي. هاجي بقى هنا على الخضار ده، على الزبده والثوم، احط المشروم. ادي المشروم وهسيبه يتشوح ثواني كده بس ياخد تشويحه، واديله الكوسه. مش عايزين سوى كتير، عايزين كده تقليبات خفيفه سريعه في الزبده تطلع لنا طعم الخضار وتحافظ على قرمشته. الخضار هنا ده
شكرا جزيلا كده. اللي بيتسلق انا مجهزه له بوله ميه متلجه، لازم بوله ميه متلجه لو عايزينه يفضل مقرمش، ولو عايزينه يفضل اخضر كده زاهي. لو قعد في الحراره ولا هيقرمش ولا هيبقى زاهي ولا اي حاجه. فانا باخد الخضار كده واقوم منزلاه في الميه المتلجه. زي ما هو. ادي الخضار. حالا نفضيها بس. كله كله كله. المية دي مية ساقعة بتلج يا جماعة. الكوسة بتتشوح ما بتتسلقش. يلا نشيل الحلة دي وهنيجي هنا بقى نقرب شوية بدل ما احنا بعيد كده. المشروم اخد التشويحة بتاعته، فانا هنزله دلوقتي الكوسة. عايزين بقى نحط ايه؟ عود روزماري. انا هكتفي بعود روزماري بس زي ما هو كده، مش هعمل فيه اي حاجة. الزعتر ناشف قوي مش عاجبني، مش هحط منه. وهقلب والكوسه الحقيقه مسافه ما هتتشوح مع المشروم هتكون استوت وبقت زي الفل. هاجي دلوقتي يا جماعه على الخضار اللي انا سايباه يبرد في الميه ده. لازم اطلعه من الميه بمصفى ولا حاجه، ينزل بقى ياخد التشويحه بتاعته مع الزبده وكل حاجه. ادي الخضار هنصفيه وننزل بيه هنا. الخضار بقى اللي بننزله من الميه الساقعه ده بيبقى ايه؟ مجمع شويه ميه صح؟ فشويه الميه دول هم اللي بينزلوا على الكوسه يسووها، مش محتاجه الكوسه اكتر من كده، مش محتاجه تتسلق خالص. لو اتسلقت لونها بيغير وبتبقى كده رخمه قوي ومهريه ومفيش فيها كده اي تماسك، ودي مش حاجه حلوه خالص. فاحنا بندرس كل نوع خضار محتاج ايه ونتعامل على الاساس ده. ودي الطريقه اللي تطلع لكم سوتيه بالظبط زي بتاع المطعم، احلى كمان الحقيقه. يلا بينا. وهنعمل ايه دلوقتي؟ نديله اسرع تقليبه في الدنيا. وانا بديله التقليبه الاخيره دي بحب اقوم حاطه له مكعب زبده كمان، وبقوم حاطه الملح والفلفل محتاجين نقلب. حاضر بنت خلاص نوزن بس كده. هنسيب السوتيه على النار عبال ما نقدم بقيه الحاجه. يلا بينا نشيل كل حاجه فاضيه مش محتاجينها خلاص، انا ما عادش عندي مكان احط حاجه. المكرونه عايزين طبق للمكرونه. يلا بينا. دول كمان خلاص طبعا البفتيك احنا مقدمينه. المكرونه يا جماعه درجه الصوص انتوا ذوقكم بقى، يعني عايزينها صوصها خفيف عايزينها صوصها تقيل، الامر يرجع لكم. انا بحبه معقول لا خفيف خالص، بس ما بحبش يعني يبقى لازق عليها كده كان ما فيهاش صوص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المكرونه.
وادي البوفتيك. تعالوا كده نختبر هذا البوفتيك. ادي حته اهي هنقطعها، بصوا تتقطع معايا بكل سهوله، لا بتشد ولا حاجه. طيب نقطم. اطرب بوفتيك هتاكلوه في حياتكم، مش هتلحقوا تمضغوه اصلا. نجيب طبق للسوتيه. لذيذ السوتيه كده. شكرا. عايزاكم بس تيجوا تبصوا على لونه. في اي حاجه دبلانه او اي حاجه غامقه او اي حاجه لونها وحش او اي حاجه مهريه؟ لا. ليه؟ عشان اتبعنا التكنيك الصحيح، ومن مهمه الشيف انه يختبر جوده المنتج. شويه سوتيه محترمين. خلصنا. وادي طبق السوتيه، اكله مصريه عظيم اهو. شويه بفتيك مظبوطين ظابطه على الشعره، شويه مكرونه بالصلصه ما يستاهلوش غير بقكم، خدوش مننا غير حله واحده، ولا نسلق ولا نعمل صلصه ولا نسبك ولا اي حاجه من الكلام ده. وعندنا كمان شويه سوتيه معاهم ما يستاهلوش غير بقكم، وكل الامور كانت بسيطه خالص. اتمنى يا رب ان الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم، واتمنى ان كل اللي عملناه النهارده يكون جاوب على كل اسئلتكم عن البوفتيك حلقه السوشيال ميديا اللي فاتت. الحلقه النهارده بتتعيد الساعه 8:15 بالليل، وطبعا كل اللي بنعمله في الحلقه بينزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بيا سارة عبد السلام بالعربي وبالانجليزي. وبنجاوب معاكم على السوشيال ميديا على كل اسئلتكم، بنتواصل معاكم بشكل يومي. واتمنى يكون ده بيفيدكم ويضيف لكم. كنت معاكم سارة عبد السلام، وهكون معاكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه.